عدة مستويات. تايلاند من الدول الصناعية المهمة جدا، واشتهرت تايلاند في وقت من الأوقات حقيقة بمنافستها لدول مثل اليابان وكوريا والصين في التصنيع، خصوصا الأجهزة المنزلية وخلافها. هذا الأمر يعني عندنا نتحدث على قطاع صناعي على مستوى تايلاند، فهم يحتاجون للمواد الخام، أبرزها طبعا النفط والبتروكيماويات. ولكن في ظل التوجهات الحالية لرؤية المملكة وتنويع مصادر الدخل، تنويع مساحة الاقتصاد على مستوى المملكة العربية السعودية، يعني آخرها المؤتمر الأخير للتعدين، يعني هذا التنوع المهم أو كبير جدا يستلزم في المقابل أن أيضا ننوع في علاقاتنا مع الدول، بحيث أننا نستفيد من تجارب كثير من الدول في عدة مجالات من ضمنها وعلى رأسها القطاع الصناعي. أيضا تايلاند الحقيقة سوف تستفيد من المملكة، أنه اليوم لدينا فرص استثمارية كبيرة. تايلاند على فكرة من الدول التي أيضا لديها رؤوس أموال ولديها مستثمرين على مستوى كبير جدا. أيضا يمكن قد لا يخفى على بعض المستمعين أو المشاهدين أنه في رجال أعمال من تايلاند استثمروا أيضا في القطاع الرياضي في بريطانيا، يمتلكون أندية هناك وخلافه. فإذا حقيقة الأمر مهيأ للمضي بعلاقات أقوى وأكبر ما بين المملكة العربية السعودية وتايلاند، لأن كلا الطرفين بالتأكيد سوف يكون مستفيدا بشكل أو بآخر من رفع مستوى العلاقات ما بين البلدين. ونشير هنا أيضا لنقطة مهمة وأشرنا وتحدثنا عنها في البداية، الموضوع التبادل التجاري. فتايلاند معروفة في صناعات نوعية في قطاع الأنسجة والملابس وخلافه، هذا الأمر حقيقة سوف يفتح مجال للمستثمرين أو للتجار في المملكة للاستفادة من هذا الجانب. ونشير أيضا، وهذه نقطة مهمة دائما يعني من قراءاتي اليوم في هذا المجال، أنه العمالة التايلندية من العمالة المميزة والممتازة الحقيقة وقليلة المشاكل. فهذا الأمر سواء العمالة على مستوى المنازل أو المنزل أو على مستوى القطاعات الصناعية، نعم، أو على مستوى القطاعات الصناعية المختلفة. فهذا الأمر حقيقة سوف يكون داعم مهم جدا سواء للأسر السعودية أو حتى مكونات التنمية التي نحتاج إلى المزيد من العمالة فيها خلال المرحلة.